مشاهدينا أهلا بكم. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش منتصف ليلة أمس الأربعاء فاتح شوتنبر الجاد من توقيف حارس سيارات يبلغ من العمر 59 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في تعنيف ابنه القاصر البالغ من العمر 7 سنوات. وكانت مصالح الشرطة القضائية قد تفاعلت بسرعة وجدية مع إشعار تقدمت به ممثلة إحدى الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الطفولة حول تعرض الطفل الضحية لسوء المعاملة والعنف الجسدي من قبل والده، وهي الأفعال التي تم توثيقها بمقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيه، ويتم توقيفه بمنزل بحيض والعسكر القديم بمدينة مراكش. وقد نقل الطفل القاصر للمستشفى من أجل الخضوع للفحوص والعلاجات الضرورية، فيما تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الخلفية الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. إذن كيف تبعتيه معنا بعد تداول فيديو يظهر فيه أب يعنف ابنه تم اعتقال الأب بمراكش. وبالنسبة لعد التحق بنا أعيد قراءة البلاغ، بحيث تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش منتصف ليلة أمس الأربعاء فاتح شتان بالجاري من توقيف حارس سيارات كيبلغ من العمر 59 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك اشتباه في تورطه في تعنيف ابنه القاصر اللي كيبلغ من العمر 7 سنوات. وكانت مصالح الشرطة القضائية قد فعلت بسرعة وجدية مع إشعار قدمت به ممثلة إحدى الجمعيات اللي كتنشط في مجال حماية الطفولة حول تعرضها الطفل الضحية لسوء المعاملة والعنف الجسدي من طرف الوالد ديالو، وهذه الأفعال التي تم توثيقها بمقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات لتحديد هوية المشتبه فيه، وتم توقيف ديالو منزله بحيض والعسكر القديم بمدينة مراكش. بالنسبة للطفل القاصر تم نقله على وجه السرعة للمستشفى من أجل الخضوع للفحوص والعلاجات الضرورية، فيما تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الخلفية الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. في أمان الله، إلى اللقاء.